إغلاق ليس بغريب على طلبة جامعات ومدارس فلسطين أن يناضلوا من أجل نيل تعليمهم، فالاحتلال يتربص بهم. فهل لك أن تصدق بأن هذه المشاهد في حرم جامعي؟ قنابل غاز وأعيرة مطاطية ألقتها قوات الاحتلال تجاه طلبة الجامعة التقنية في الخليل، بل وأغلقت بأمر عسكري احتلالي. الاحتلال لا يرغب بوجود شعب فلسطين متعلم، لا يرغب بوجود طلاب على مقاعد الدراسة. دائما يتم إطلاق النار على مقاعد، على الطلاب هم موجودين على مقاعد الدراسة، يتم إطلاق قنابل الغاز على المدارس على الجامعات، مما يؤدي إلى تعطيل الدراسة. جامعة القدس أيضا في مرمى تلك الاعتداءات، حيث قام جنود الاحتلال بتشتيت طلبتها بالغازات والذخيرة الحية وعبثوا بمحتوياتها، وأوصدت أبوابها عنوة حفاظا على سلامة الطلبة. قانونيا لا يحق لهم بالدخول إلى الحرم الجامعي، ولكن بالعنجهية وإطلاق النار والسلاح يقوم بإجبارنا على أحيانا يقوم بخلع البوابة أو بأي طريقة أخرى، وهي الهجمات طبعا هي سياسة الاحتلال الممنهجة والشرسة بحق الحرم الجامعي. يحرم القانون الدولي ممارسات الاحتلال والتي تتمثل يوميا باعتقال الشبان وتخريب منازلهم وسرقة أموالهم. وكعادتها اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا من بينهم الشاب عمر حلبي من القدس، حيث تعرض وعائلته لانتهاك بشع على يد تلك القوات أثناء الاعتقال. الخوف على الابن غالي، احنا كثير ضحينا وكثير سلفنا، بس لا يعني انه يقتلونا بالهمجية هذه، لا يخلصوا علينا بالطرق اللي هم بفكروا فيها، يعني اي شيء اشتبهوا فيه يخلصوا عليه. وفيما لم يهدأ نبض الشارع بالمواجهات التي خلفت عشرات الجرحى، دعت الفصائل لتصعيد الفعل الشعبي، فعل يتصدى لحكومة الاحتلال التي تنهب الأرض لتوطين غلاة المستوطنين. من القمع إلى الاعتقال إلى التعذيب والتشريد، وليس انتهاء عند الحرمان من التعليم. تلك هي نقطة في بحر انتهاكات الاحتلال والتي تلخص حياة الفلسطيني والذي يتشبث بما تبقى في حوزته للبقاء. لقناة الشارقة الفضائية أمال مرار من أمام جامعة القدس في القدس المحتلة.